أدى أكثر من 60,000 مصل صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي. شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا كبيرا للمواطنين منذ ساعة الصباح الأولى للمشاركة في صلاة العيد. أشارت دائرة الأوقاف في القدس إلى أن عددا من الفلسطينيين ممن أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الأقصى أدوا صلاة العيد في الشوارع المحيطة بالمسجد.